بدعوة من إدارة بيت الإعلاميين العرب في مدينة إسطنبول، وبهدف تعزيز سبل التعاون بين وسائل الإعلام التركية والعربية العاملة في تركيا، عقدت الجمعية مؤتمراً حضره مستشار الرئيس التركي أيهان أوغان ومدير الإعلام والعلاقات العامة في مدينة إسطنبول السيد معمر جارادينيز، ومشاركة من السيد زافاج أونلو رئيس إدارة الهجرة العامة من أنقرة، وشخصيات عديدة أخرى، ليكون بذلك خطوة في سبيل ذلك الهدف بعد فترة ركود تسببت بها جائحة كورونا وأسباب عديدة أخرى. وأردنا أن نعطي رسالة على أن الإعلام العربي لها قوة في إسطنبول، ويجب أن يدرك هذه القوة الإعلامية، وحاولنا أن نكون وصل قناة، وصل أن نفتح قنوات بين الإعلام العربي والتركي. هناك أكثر من 25 قناة كبيرة عربية موجودة هنا في إسطنبول، هذا الواقع يعزز أهمية التعاون مع الأطراف التركية للاستفادة من هذا الإعلام للتبادل المواد الفيلمية وتبادل أيضا الخبرات الإعلامية بين الجانبين. حضر المؤتمر شخصيات إعلامية من مختلف الدول العربية وممثلين عن قرابة 30 مؤسسة إعلامية عربية تعمل في تركيا، طرحوا خلاله الأسئلة وأدلوا بالاقتراحات التي من شأنها أن تعزز سبل التعاون وتسهل العمل الإعلامي لتحقيق النتائج المرجوة في هذه المرحلة المهمة في تاريخ تركيا. مثل هذه اللقاءات ربما تعطينا أملاً بمزيد من التعزيز، مزيد من التلاقي، مزيد من التواصل بين الوسائل الإعلامية العربية والتركية في هذه الأرض الطيبة التي نحبها جميعاً. يمثل بداية مهمة لهذا التعاون الذي يعكس خبرات الطرفين والذي يمكن أن نستفيد منه الموجودين داخل تركيا وحتى الأتراك في سبيل تحقيق التعاون. يعتبر بيت الإعلاميين العرب في تركيا مظلة يظل تحته معظم الإعلاميين العرب العاملين في تركيا، يسعى من خلال لقاءاته واجتماعاته مع المسؤولين وأصحاب القرار لتسهيل أعمال الصحفيين والإعلاميين العرب في تركيا وتعزيز سبل التعاون الإعلامي بين الجانبين.